قبل اي كلام في الحلقة طبعا عايزين ندعي كلنا لاحمد رفعت لاعب مودرن سبورت بالرحمة والمغفرة، وانه يثبته عند السؤال. كلنا صحينا طبعا على فجعة الموت المفاجئ بعد ما خلاص كنا اطمننا على اللاعب من خلال لقاء تلفزيوني قدام ابراهيم فايق من 11 يوم بالظبط، وطلع وزي ما يكون بيوصل رسالة. أول حاجة بس يا ريت من كل الناس اللي بتتفرج عليا بعيد عن الشو وبعيد عن الترند وبعيد عن أي حاجة، إحنا عايزين ندعيله بالرحمة وإنه يصبر أهله ويغفر له ويجعل تعبه وألمه ومرضه وال4 شهور اللي فاتوا يبقوا في ميزان حسناته، ويرحم أمواتنا جميعا إن شاء الله. أحمد رفعت مرجعش من الموت، أحمد رفعت كان ميت من ساعتها، بس سبحان الله ليه حكمته طبعا ان هو يرد في الحياة عشان يوصل رسالة، وعشان يوصل رسالة للناس ان الدنيا دي صغيرة وان الدنيا دي فانية وان التعب اللي جاله في الملعب ده كان سبب، مجرد سبب بس للموت. كده كده اللاعب ما خدش اكتر من عمره وما قلش عن عمره ومش هيغلى طبعا على اللي خلقه، بس احمد رفعت طبعا ليه حق. احمد رفعت مات مقتول من الظلم. الظلم حاجة وحشة جدا يا جماعة، لازم كلنا نفهم ان في ناس قلبها ضعيف، في ناس قلبها ما بتستحملش ظلم ان هو يبقى مظلوم في حاجة. راجل بالسيناريو كده اللي اتحكى في خلال الساعات اللي فاتت من منذ لحظة وفاة احمد رفعت، ان الراجل كان جاي له عرض كويس بيأمن بيه مستقبله، فجأة بيصادف ان هو بيجيله اتصالات وهو بره ان هو وجوده في الامارات مع نادي الوحده السنه الاعاره اللي كان هيلعبها وجوده غير قانوني، وانه لازم يرجع عليه حكم تجنيد او عليه اداء واجب وطني. كلنا تحت الواجب الوطني، كلنا تحت اداء الواجب الوطني مفيش كلام، بس اشمعنى احمد رفعت بعد 29 سنة ولا 30 سنة من عمره بعد ما لف في الأندية دي كلها بتفتكروا دلوقتي إن هو ليه تجنيد؟ ده بسبب الإهمال وبسبب إن الموضوع بيتاخد على الكيف بين الناس، بسبب إن الناس ما عندهاش ضمير، بسبب إن الناس بتقف لحد في رزقه. كان جاي له عرض بفلوس كويسة أحمد رفعت برضو من اللعيبة اللي ما طولتش مع كذا نادي، يعني ما عندوش استقرار. كان ممكن هو لسه خاطب، كان لسه يعني هو ميت عريس في الجنة ان شاء الله، كان لسه خاطب عايز يأمن مستقبله، عايز يعمل فلوس من الكورة زيه زي اي لاعب وزي حلم اي واحد بغض النظر عن مجال الكورة او غيره. كان عايز يأمن مستقبله، كان عايز جاي له فرصة حلوة، يصادف ان هو وهو هناك في الامارات ان هو بوجوده غير قانوني، وانه يعتبر في نظر البلد او في نظر الدولة هربان من التجنيد وانه هو مطلوب للعدالة. اللي حصل معاه كسرة نفس، اللي حصل معاه وعود ما تنفذتش. اوعى حد يستهان انه يوعد حد وما يبقاش قد الوعود، لان دي بتكسر نفس ناس كتير، وفي ناس زي ما قلت قلبها ضعيف ما بيستحملش. والاطباء او الدكاترة المشرفين على حالة احمد رفعت الله يرحمه قالوا ان هو عنده مرض نادر في القلب. يعني ايه مرض نادر؟ يعني حاجة بتحصل ملهاش تفسير، واللي ملهاش تفسير بيبقى تفسيره عند الله وبينه بين اللاعب وبين ربنا. واكيد ان الظلم اللي تعرض له اكيد هو السبب في انه هو يتأثر نفسيا، يحزن على نفسه، يكتم جواه، فقلبه يقف في الملعب، يطلع بعد فترة من المستشفى، يطلع بعديها للناس بعد ما الناس كلها بتطمن عليه. حتى كلام الدكاترة كانوا بيقولوا ان هم بيفكروا في الوقت الحالي ان هم يرجعوه يمارس حياته الطبيعية كلاعب كرة قدم، مش ان هو يعيش بس حياته. طبعا طبعا حكمة ربنا فوق كل شيء، وطبعا مش هيغلى عن اللي خلقه. كلنا لينا ميعاد وكلنا لينا وقت هيجي فيه وميعادنا يخلص، بس الراجل ده اتظلم. الراجل ده كل ذنبه انه خد وعد من حد مسؤول في البلد وخلي بيه، وده أثر في نفسيته وكتم جواه. وأحمد رفعت ما كانش محتاج كل الضجة اللي اتعملت بعد موته. أحمد رفعت بقاله 4 شهور في المستشفى، محدش كان بيسأل عنه غير المقربين ليه أو الناس اللي فعلا يهمها مصلحته ويهمها إن هو
يبقى كويس ويبقى وسطيهم اهله واصحابه وقرايبه. احمد رفعت ما كانش عايز كل التويتات اللي شفناها على السوشيال ميديا او النعي من كل الناس. احمد رفعت ما كانش عايز كل ده، احمد رفعت كان عايز حقه، احمد رفعت كان عايز اللي ظلمه يقول له حقك عليا، يشوفه خايف عليه، يتأثر باللي حصل له فيديله حقه ويعوضه. احمد رفعت كان عايز يشوف نظرة امان، احمد رفعت كان عايز يحس انه انسان ما تهنش ما اتحبس. احمد رفعت بيظهر التجنيد في حياته في اهم محطة من محطات حياته، هو خلاص يعني 30 سنة ده عند في العالم لعيب، خلاص سنة 2 3 وهيبطل كورة، كان عايز يأمن مستقبله زي اي حد عايز يضمن مستقبله. والمستقبل طبعا في ايدي الله، محدش ضامن حاجة، كلنا محدش عارف بكرة فيه ايه، لكن الفكرة اللي هو عايز يطمن على مستقبله يجيله التجنيد. واحمد رفعت يختفي من اكتوبر، ما يظهرش غير في مارس في لغز كبير. وطبعا هو ذكر في حلقة ابراهيم فايق بالاسماء، في ناس عارفة ايه اللي حصل له، زي نادر شوقي وكيل اللاعبين طبعا ويعتبر مدير اعماله، زي هيثم مرابي المدير الرياضي في نادي مودرن سبورت، وزي كل الموجودين في النادي كلهم عارفين ايه اللي حصل. احمد رفعت اتعرض للحبس او السجن الحربي بسبب مشكلة التجنيد، بسبب ان ناس وعدته انه هتطلع له تصاريح زي ما اتقال في حلقة ابراهيم فايق، تصاريح ان هو يلعب اعارة سنة في الامارات مع نادي الوحدة الاماراتي، وطلع في الاخر التصريح، طلع في الاخر التصريح ان هو معايشة. في لاعب عنده 30 سنة لسه هيعمل معايشة؟ ده كلام تهريج، ده اسمه خلل في النظام. واللي في ناس يا عم تستحمل، يعني لو الناس دي بتعمل الموضوع ده متكرر مع ناس كتير، ففي ناس تستحمل وفي ناس قلبها ضعيف. حسوا بالناس، ما تستهونوش بقلوب الناس، ما تستهونوش بظلم الناس، عشان في الاخر بتبقى دي النتيجة، ان واحد ربنا رجعه للحياة عشان يقرب له. يعني احمد رفعت الله يرحمه طبعا، ايه اللي بينه وبين ربنا ان يخلي كل الناس بجميع الانتماءات باختلاف الانتماءات باختلاف الشعوب باختلاف الاندية انها كلها تسنده وتترحم عليه، تبقى زعلانة بجد بخبر وفاته، زعلانة بجد لحظة وقوعه في الملعب، زعلانة بجد ان اللاعب ده حس بظلم. الراجل ده يعتبر ميت من ساعة ما وقع، لانه طلع في البرنامج مع ابراهيم فايق كل شوية يقول انا ناسي، واللي بيبقى ناسي ده بيبقى ربنا منسيه حاجات ما يقدرش يحكيها، هو شاف الموت ده ما يقدرش يحكيه، ده ربنا ما بيخليه ناسي الحاجات ديت عشان ما يعرفش يحكيها، وعشان ده سر من اسرار ربنا بينه وبين العبد او بينه وبين الشخص، فهو على طول ناسي، على طول ذاكرته كانت ضعيفة، هو طالع وقت مؤقت يقول رسالة ويوصل رسالة، ويا ريت كلنا نستفاد من الرسالة اللي هو سابها لنا. احمد دلوقتي ان شاء الله في مكان اكيد احسن من اللي احنا فيه، هو في دار الحق واحنا في دار الباطل، فنتمنى ان حقه يرجع، ولو حقه ما رجعش هيبقى في ذنب كل اللي واحد كان عارف مشكلته او كان سبب في مشكلته، وده هيجتمع الخصوم ان شاء الله يوم القيامة بينه وبين احمد رفعت. ويا رب بس اللي ظلمه يبقى عنده حاجة يقولها قدام ربنا، لان الراجل ده اتظلم، مش بغض النظر ان هو لاعب كورة او في اي مجال تاني، الظلم وحش والظلم مش كل الناس تستحمله، في ناس قلوبها ضعيفة زي احمد رفعت اللي طالعين النهاردة بنعزيه زي اي واحد من اخواتنا، واحد من ولادنا، واحد ما عملش حاجة في حياته غير انه حلم بمستقبل افضل، هو راح في مكان احسن، ربنا يرحمه ويرحم امواتنا جميعا. ما عنديش حاجة تانية اقولها له غير ان ربنا رحمك، خدك لعالم انضف من العالم اللي احنا فيه. سلام.